بالحب والتفاؤل أكيد بكرة هيكون أحلى. بنرحب بكم مشاهدينا وهذه الحلقة الجديدة من عيشها صح. فترة الكورونا كلنا بدأنا ندور على أفكار مختلفة ومتميزة وحاجات كتير تطلعنا من الملل. دكتورة جيهان شوقي استشاري في العلاقات الأسرية فكرت في أفكار جميلة ممكن تطلع الأسرة أو الأولاد اللي موجودين في الأسرة من فترة الملل اللي موجودة في هذه الفترة. بنرحب بك يا دكتور وتشرح لنا بقى الفكرة بتاعتك ممكن إيه عشان نعمل كده حياة وتغيير في الحياة المملة أو الحياة الرتيبة اللي احنا كنا تعودنا عليها قبل الكورونا. دلوقتي أولا مبدئيا دول برطمانات، ثلاث برطمانات ممكن نكترهم يعني مفيش مشكلة. كل برطمان منهم فيه رسالة. فمثلا أنا دلوقتي هتكلم عن الرسائل التربوية ما بين الأم وبنتها. فهاخد البرطمان ده وهبتدي افتح. انا كل يوم انا الستة بتعصب كتير وبتنرفز كتير ويومي كله مشاحنات ومضغوطة، فببتدي اطلع كل كابتي ده في الطفل اللي جواه. فهبتدي كل يوم اول ما اجي اصحى من النوم هروح سحبة واحدة من البرطمان من الرسالة دي، فهلاقي رسالة جوه هنا تقول ايه، تقول ان انت لازم يعني دي مثلا تقولك اثني على ابنك وشاركيه في المناقشة. انا هفضل طول اليوم امشي واشتغل على نفس الفكره دي ان انا هشاركه في المناقشه وافضل امدح فيه عشان اديله ثقه في نفسه اكتر. ده انا كأم بيبقى عندي البرطمان ده بحط فيه انا رسائل مختلفه. ايوه زي فكره الحظ بتاع الشوكولاته كده بتاع زمان. ايوه هي نفس الفكره. انا بكتب الرسائل دي منين؟ انا بخش على مواقع مثلا بتاعه التربيه فبلاقي فيه صور نصايح موجوده. النصايح دي انا بنقراها باخد بعض يوم شويه بنساها. لا انا هكتب بقى كل ورقه فيها نصيحه. في ناس تقولك ايه امسكي نصيحه حطيها على الثلاجه على باب الثلاجه او على الحيطه، مش بتبقي عينك مش بتبقى على طول جايه، لكن دي بيبقى فيها زي عنصر مفاجاه فبتبقي حابه. وفي ناس بقى ممكن ايه تحط بس عشان الرجيم، بس في ناس ممكن تحط بونبوني تحط شوكولاته تحط في قلبها حاجه. فانا بسحب منها وبشوف النهارده المفروض انا اعمل ايه. يعني مثلا النهارده بيقولك العنف مع الابناء يضعف شعورهم بالحب والامان وذلك يؤثر عليهم دراسيا. اهي دي معلومه لما اجي ازعق لابني بقى النهارده، لا انا هعرف هفتكر بلاش عنف عشان خاطر هيأثر عليه في الدراسه فمش هخليه مش مظبوط في الدراسه. طيب ده اول برطمان، دي رسائل. البرطمان اللي انا بتعامل فيه مع اولادي كل يوم ليا رساله افتحها واحاول اطبقها في اليوم ده واحاول بقى اجهد نفسي عشان اطبقها بالشكل المظبوط ويبقى كده انا نجحت في رسالتي اليوميه او رسالتي بتاعه النهارده. بالظبط. البرطمان الثاني دوت، لا خلي ده الاخير. البرطمان ده رسائل او حكم او موعظه لليوم كله. فاكرين لما كنا زمان نفتح الجورنال فنلاقي حظك اليوم فنبقى مبسوطين قوي بحظك اليوم ودينا امل تفضلي طول النهار. طبعا دلوقتي مفيش حظك اليوم، فبيبقى في حاجات في مثلا حكم بتبقى موجوده على الفيس انا باخدها وبكتبها في قلب الورقه وفي نفس الوقت بسحبها. طب انا ممكن استغل ده في ايه في حياتي الاسريه؟ لو انا واحده مثلا عندي انا وجوزي ما بيننا وبين بعض يعني من وقت لتاني بيبقى فيه مناوشات او خلافات او حاجات من كده، انا هبقى دي عاده بقى عندي اللي هو اخد بعضي البرطمان ده قبل ما ينزل اقول له اسحب ورقه. فانا قصده في الورق اللي انا بكتبه ده انا اللي كاتباه قصده رساله مني لي او ايه تديله تفاؤل او حكمه تديله تفاؤل طول اليوم. هي دي الفكره. فكل يوم يسحب هو ورقه ويسحب ورقه. بالظبط. دي تاني برطمان. طب تعالوا بقى لو انا دلوقتي عندي ولادي قاعدين في البيت طول النهار وزهقانين وزهقوا من البيت وكل الحرف باظت وكل الانشطه عندي باظت خلاص، هبتدي اقعد انا وهما نقول لهم بصوا تعال نكتب اللعب كلها اللي احنا بنحب نعملها. فهكتب كده لسه ايه اللي احنا بنحب نلعبه. وهو جه ماما انا النهارده انا زهقانه انا حاسس بملل، حبيبي ارسم لا انا زهقت، حبيبي العب لا انا تعبت، اتفرج على التلفزيون لا خلاص كل ما فيش حاجه. ده الحوار اللي احنا بنسمعه. طب نحط في ده بقى شوكولاته وبونبوني وغمضي عينك كطفل غمض عينك اسحب، بس على شرط اللي هيسحبه النهارده ملزم كلنا ملزمين بيه. طب هنا ده في ايه؟ في واحد حكمه انا بقولها ليه للزمن، حديث انا عايزاه يحفظه، ايه قرانيه عايزين نحفظها، كلمه ليها بحفظها بثلاث لغات.
يعني كلمة واحدة بثلاث لغات أنا وهو هنشارك فيها. هو هيحب ليه برطمان الملل وهو ما بيتشاركش فيه مع حد؟ هيحبه عشان البونبوني بس ولا عشان البونبوني وعشان أنتي كمان وعشان أنتي كمان بتشاركي فيها؟ أنتي نفسك بتيجي في وقت ما لو ده مش موجود بتقولي أنا زهيت، أنا مش عارفة ألعبه إيه، أنا مش عارفة أعمله إيه. طب هتيجي في ورقة من الأول من الورقة أقولك لو سمحتي، هيقولك مثلا أهو بصي اخترع لعبة جديدة مع أفراد العائلة. طب تعالى بقى أنا وإنت نجيب الكرتون وندور على النت على لعبة جديدة نعملها بقى مع بعض، أي حاجة جديدة اهي وطلعت بالصدفة. مثلا اخبرني عن يومك، احكي لي عن يومك، مش هو بس لا انت كمان هتحكي له عن يومك وبابا هيحكي له عن يومك. اخواتنا بقى في حوار، بقى في مشاركة، كل اللعب اللي هو عايز يلعبها بتبقى موجودة هنا في البرطمان. تقولي بقى ان الحاجة دي بقى لها توقيت معين يعني عشان نلتزم بيه ولا بقى على حسب؟ لا هو بصي هو هيبقى ليها توقيت معين، ده لو انت عندك الاطفال في سن كبار، لكن لو في سن صغير هو كل شوية هيبقى حابب ان هو يجي عايز اسحب. احنا بنسحب مرة واحدة في اليوم، معاده عشان يبقى ملتزم بالظبط. انت عاوزتي التزام، عاوزتي مشاركه، اول ما تصحى من الصبح مثلا او اول ما عاوزتي لا الصبح لا، عشان الصبح هيبقى طول اليوم بقى ملل بقى يعني فهماني، خلينا في النص كده عشان ايه يبقى في نشاط، يبقى في نشاط. عاوزتي مشاركه، عاوزتي التزام، التزم، عاوزتي ان هو يحترم اراء الاخرين لان هو طلع الورقه وهو احترمها، هو مش عايزها بس لازم نحترمها. برشا برشا يا مدلل، برشا برشا. يمكن في الفترات من بعد موضوع الكورونا والحظر اللي حصل في أسر كتير عرفت تستفيد من الموضوع ده وتقرب لبعض أكتر وتكتشف ما بينها أن هي في مساحات كتيرة ممكن للأنشطة وتفاعلات بتحصل ما بين أفراد الأسرة، لأن هم كلهم مضطرين يقعدوا في البيت فترات طويلة على عكس الفترة الأولى. ايه رايك في الموضوع ده وازاي ان احنا فعلا نستفيد من الموضوع ده حتى لو ما يعني بدات الكورونا خلاص يعني تقل تاثيراتها شويه، برضو التفاعل ده ما بين الاسره لسه ما. الفكره ايه؟ فكره ان احنا كانش عندنا وقت ان احنا نقعد مع بعض، وما كانش عندنا وقت ان احنا نعرف بعض اكتر، فكان لا الاب بيقعد مع اولاده ولا الام كانت بتقعد مع اولادها فتره كافيه، لكن دلوقتي احنا قاعدين خلاص، احنا قاعدين يبقى لازم ان احنا نقرب من بعض، اصل احنا قاعدين واحنا مش مقربين من بعض احنا مش هنغير بعض، فاحنا مضطرين ان احنا نتقبل بعض زي ما احنا. فانا هبتدي اقدم تنازلات وقدامي هما كمان يقدموا تنازلات فنبتدي نقرب من بعض اكتر. فكرة ان الامهات او الاباء كانوا ساعات بيبصوا منظور الاطفال للاطفال من منظور عالي، انا كبير وانت صغير فانت لازم تسمع كلامي. هو الاحترام حلو بس الصداقة والحب احلى، لما انا احترمك عن طريق الحب والصداقة احسن بكتير من انا احترمك عن طريق الخوف. الخوف ده بيبقى بيه الوقت معين وبينكسر فما بقاش فيه احترام، ما بقاش فيه حب. فكرة ان كورونا وان احنا قاعدين في البيت مع بعض فاحنا نقرب من بعض، لو حطينا في جوانا ان انا هقرب منك عشان سنين عمرك اللي جاية كلها هعرف ان اوصل لها، لكن احنا كنا الاول بنجري على شغل وعلى صحاب وعلى يمين وشمال والخروج، لكن دلوقتي خلاص انت مضطره تقعدي في البيت، وبعدين انت ملتزمه لان انت اصلا ما بقاش في الاولاد حاجه ترفيهيه، لا في مثلا لا نوادي ولا في دروس ولا في بتاع، فانت مضطره تقعدي تماما. الفترة دي برضو نشطت الألعاب بتاعت زمان، يعني أسر كتيرة بدأت تلعب شطرنج أو تلعب ألعاب اللي هي بتنمي الذكاء أو بتعمل يعني بعض المشغولات اليدوية، كروشيه أو حاجات كده، كان ممكن الواحد يقول نفسي أعمل، بس لما بدأ الوقت يطول معنا وبدأت يعني تضطري تقعدي في البيت فترات طويلة فبدأ ده يطلع من عندك حاجات جميلة وفعلا أفكار حلوة. على فكرة من واقع الدراسة اللي احنا عملناها والناس اللي حواليا يعني اللي انا اشتغلنا معاهم، الولاد بيميلوا اكتر للالعاب القديمة. ليه؟ لان هما ما كانوش متعرفين عليها الاول، ما كانوش يعرفوها، كانت جديدة. فكانوا في بنات تقولك ايه انا نفسي العب اشتغل حاجات اشغال يدوية، انا نفسي اعمل الشغلانة الفلانية، ودي كانت ليه؟ كانت الام لسه ما وردها لهاش، ما كانتش فاضيه عشان توريها لها، لكن هي دلوقتي. وبعدين الالعاب دي بتنمي ذكاء، انك تخترعي لعبه بايدك انت بتنمي ذكائك بتنشطيه. ليه الصينيين ودول اوروبا عمرهم بيطول اكتر من عندنا؟ لان الحرف اليدويه عندهم اكتر فبتشغلي خلايا المخ اكتر.
ازاي ان هو يعني قطعه يدويه بايدك بتعشقيها عشق، بتعشقيها عشق رهيب، بتحبيها. انت لما تكوني متنرفزه او متضايقه جدا اعملي حاجه يدويه بايدك، مجرد ما هتطلعيها عايزه اقول لك الشحنه السلبيه دي بتروح تماما، وفرحتك بيها هي اللي بتعيش. بتبقى معاكي بقى فتره طويله، بتحس ان هي جزء من حياتك برضو، انت قضيتي فيه جزء من حياتك، طلعتي فيها بالظبط. الولاد بيشاركوا في الحاجات دي، بتبقى الحاجه طبعا احلى واحلى. قربيها منك، انت بتحسسيها ان انت نزلتي لمستواها او رفعتيها لمستواكي، فانت حسيتيهم بالتقارب ما بينك وما بينهم. كل حاجه طبعا ليها جانب ايجابي وجانب سلبي، وزي ما قلنا كده ان فترات القعده كتيره في البيت ممكن نحولها لحاجه ايجابيه لكل افراد الاسره، بان هم يتقربوا مع بعض اكتر، وان هم يكتشفوا مواهب عندهم اكتر، او يحاولوا ان هم يخلقوا مساحات اكتر للحوار ما بينهم. نشكركم مشاهدينا، ونلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من عيشها صح.